يو نقطة رشك هلا فردتي وشك مو هيك؟ يبعت لك حمى انت وامك. الهي شوف فيك يوم وبامك يوم يا سميحة. الحمد لله يا شيخة، لقيناك يا حالك وما عندك حدا. ميت اهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا، زارتنا البركة والله. الله يسلمك، كيف ابو وطن ابو وطن؟ الحمد لله، والله الله غامرنا بالخير. يعني انت مو حاكية مع ام صفوان انه بدك تخطبي بنتها زكية لابنك خيره؟ لا ايو، بحياتي مالي حاكي معها بهيك قصة. بعدين بنتها الله يستر عليها ما بتناسبني بنو. هي قالت لك اني حكيت معها؟ لا مو هي، جماعة حكولي. ستي ايمينا من سيرتها. ايه شو قلتي؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني بصراحة نأجيتي الي انا ما حلاقي احسن منكن، بس مثل ما بتعرفي القول والشور لأبوها وسلامة فهمك. أبو وضاح ووضاح على راسي من فوق، وكلمتهم بتمشي على الحارة كلها، مو بس علينا، واللي بيأمر فيه أخي أبو وضاح بيصير، وإن شاء الله ما بيصير إلا اللي بيعجبكم. وأنا عازمتك أنت وسميحة ونسوان الحارة يوم الخميس الجاي على الحمام، بقى شوفوا شو بيصير معكم وردوا لي خبر مع ديبة مشان قلوا لأبو خيره يحجز الحمام حماية قبل بوقت. توكلي على الله، توكلي على الله، إن شاء الله ما بيصير إلا الخير. صدقيني يا سميحة، أهلي رح يحطوكي بعيوني. ولا خيره، والله وقت عارف إنه رح نخطب له بنت أبو وضاح ما صدق من فرحته. وهي من غير ما يشوفك بقى كيف إذا شاف هالجاذب يلي عليكي؟ والله والله لا يطير عقله فيكي. يعني أخوكي خيره ما بيضرب؟ يعني مو عصبي وخلقه ضيق؟ لا أيو، يقبر قلبي إن شاء الله على يضرب. قال أخي هادي كتير وباله طويل، والله يا حسرتي عليه، أيام بيجي من هالدكان تعبان كتير، بيجي بغسل بينزل الأكل من هالكبك وبيحط لحاله وبياكل. يوه ليش في رجال بيحط أكل لحاله؟ يعني مو دائماً دائماً، بس وقت منكون مشغولين أو عنا ضيوف. إيه بس الرجال أبدأ من كل شيء. يا مو سعاد بدنا نروح، هلأ أبوكي بيجي من السرايا بده يتغدى. إيه يا مو يلا جاي. ابن عمي كمان بدي أقول لك شغلي، أم خيره اليوم إجت لعندي والمخلوقة صارت جاية مرتين، وعزمتني أنا وسميحة على الحمام يوم الخميس. أم خيره مرته لهاشم أفندي؟ إيه ابن عمي. قصدك مشان سميحة؟ إيه نعم. والبنت إلها خاطر؟ إيه مثل ما بتعرف البنت بتتبع شور أهلها، وهي لا بتعرفه للشاب ولا لخلطة بحريم بيت أبو خيره، فالقول قولك والشور شورك. أنت بتعرفه للشاب يا بي؟ إيه لكن يا بي بعرفه عز المعرفة. شو رأيك فيه؟ والله يا بي لك شب ما عليه حكي بنوب، بس بس شو؟ بس لا شغلة ولا عملة. لا أيوه يا مو، أبوه أخذ له محل بسوق الصوف وعم يشتغل وعلى 24 إيراد. والله ما بعرف، أنا إلي مدة ما شفته لخيره. بس في شغلة تانية يا بي. شو يا أحكي؟ من شان أبوه. شو بو أبوه؟ هلا عم يقولوا إنه داسوس وعوايني للسرايا. أبو خيره؟ إيه يا بي أبو خيره. آخ آخ يا بي لو تعرف الناس حقيقة هاشم أفندي. آخ شو حقيقته يا بي؟ كل اللي بقدر قلك يا إنه أبو خير ورجال بيرفع الرأس. والله يا بي أنت أدرى. خلاصته أنا ما عندي مانع تقبلي العزيمة على الحمام، بس يرضى عليكي ما بدي وصيكي طنطنة وجرصة، ما بدي مشال مرحومة من نجيب أخطي. بتأمر ابن عمي لك أن يعد. أهلين سميحة خالو، ما تبلى هالطلة. بدك تقبريني إمتى بدي شوفك عروس وأفرح فيكي؟ عن قريب إن شاء الله رح تشوفيها عروس. عن حقا؟ يا مو روحي شقي على الطبخة. على عيني يا عمي. دخلك العريس من الحارة ولا من برات الحارة؟ لا من الحارة، وهلا بدي أبعتك لعندهم تودي لهم خبر. إيه على عيني. مين هنين؟ بيت أبو خيره. إيه والله والنعم، جماعة أكابر، الله يهنيكم. بس شوفي ديبة اوعك تجيبي سيرة لحدا. لا يوه ام وضاح سرك كبير، لا تخاف. رويدة خانم. شو ديبة؟ خير؟ شوفي شوفي هالشوفة. شو هاد؟ سحر. سحر؟ وشو جاب السحر لبيتنا؟ ما بعرف. وين لقيتي؟ لا
لقيته بالطراحة، كانت مفروضة شوي ومدخل فيه. يا لطيف، ومين بده يحط لنا السحر؟ الله لا يوفق أولادين الحرام، الله ينتقم منهم. تقبريني ديبة، روحي كملي التعزيل قبل ما يجي أبو وضاح، وبكرة منشوف لنا شي شيخ بيقلنا شو بدنا نعمل فيه. وأم وضاح بتسلم عليكي وبتقلك إنه قبلت عزيمتك على الحمام هي وبنتها سعاد. الله يبشرك بالخير على هالخبرية. إيه والله فرحتي قلبي من جوا. إيه لكن إيدك على البشارة. إيه مو تكرم عينك، والله أنت بتستاهلي، طلبي وتمني. معلش يا أم خيرو، جمعي لي ياهن معك لبين ما يجي نصيب سعاد، بيكونوا صاروا محرزين. إيه خلص، بكرة إلك مني أحلى خاتم وسوارتين، وبس يجي نصيب سعاد بإذن الله إلك مني أحلى جوز حلق. شو يا مو؟ شو القصة؟ عم بسمع أحلاق وخواتم. إيه يا مو، بشارة لديبة. بشارة؟ بشارة شو؟ هذا يا ستي بشرتني إنه أم وضاح وسميحة قبلوا عزيمتنا على الحمام. صحيح الحكي؟ إيه صحيح. ليش أنا بجيب غير الأخبار الحلوة؟ لك تقبري قلبي إن شاء الله على هالخبرية الحلوة. هلأ خلونا نشرب قهوة مشان تبصري لي فنجانيها. تكرم عينك، بس والله سمعت لك إنه الشيخ نزير عم بيقول التبصير حرام. يوه، دخيلك على هالشيخ نزير شو معقدة. يا مو، شو رأيك نروح بكرة على سوق الصاغة وناخد معنا ديبة خانوم؟ ايه والله جبتيها، تروحي بكرة معنا على الصاغة منجيب شوية صيغة. تكرم عينك، ليش أنا بقدر أرفض لك طلب؟ انتي بس أشري لي وبتلاقيني جاهزة. لك تسلمي لي يا رب. الله وكيلك، أبو عبده شاف السحر وكان في براسه عقله طار، وبساعتها بعت ورقة أبو صفوان وساعة سماعة يا موضح. الله لي ورجيكي. وأنا مبارح بطرحت الليوان لقيت سحر. بس هي ما في غيرها. ودخلك شوفي السحر، في شعفة لي وقبر مشكوكة فيه ودم وريحته طالعة. إن شاء الله إلهي بتتقطع، نفس السحر اللي لقيناه بحوض الزريعة. معناتها اللي عمل هاد عمل هداك. يا موضح، ما بدها اثنين يحكوا فيها. إلهي لا يوفق أو لا يأكسع خير قادر يا كريم. دخلك وأخي أبو صفوان شو ساوى؟ يو شو بده يساوي تقبريني؟ مثل العادة بده يبريها. لك اسمعي موضح، ما في إلا يسأل بنته ويرفع لها بحواجبه. أنا إجتنا الضحكة ما بقى فيني لم حالي. لك عم بيأشر لها بحواجبه وعيونه ويقول لي يا بي أنت متأكدة أنه أمك هي اللي عطتك السحر؟ لا، وفوق منها بيقول له لأبو عبده في إلنا عندكم حرمة بعد فترة بدنا نجي ناخدها. شو قال له أبو عبده؟ قال له أبو عبده لا تفتح لي هالسيرة اللي بعد 40 أم نجيب وساعتها منحكي. هسمر تخيص اجت وفيقة. يو تيجي مالي سائلة، كل شي صار مبين وعلى المكشوف تقبريني. مرحبا عمتي. اهلي، شلونك سميحة؟ الحمد لله. شلونك عمتي رويدة؟ ان شاء الله احسن. احسن عمتي احسن. الحمد لله تقبريني. هيك لكان يا ام خيرو، بتعزمي كل نسوان الحارة على الحمام وانا ما بتعزميني. بسيطة، نسيتي مين انا؟ إيه والله لا أخربها وأقعد على تلتها. وأنت البادية يا أم خيرو، شو عليه؟ يا مو، بعدي ديبة لعند أم خيرو خليها تذكرها، بلكي لس يعني تعزمنا. روحي من وشي، روحي من وشي أحسن ما فيش كل خلق فيكي، روحي. إيه ماشي، وبطلت أحكي لك المنام وها. وعمرينك، الله يجيرنا من هالمنام. ونحن بهالكاميو رح نساوي العرس. بس بيني وبينك يا أم خيرو، الولد ما كان بده بنت عمه، كان بده بنت اختي. بس ابو صفوان الله يصلحه قال ما بيخطب له غير يا بنت عمه يا بنت عمته ام وضاح. ايوه قلت له اذا كانوا لا بنت لا بنت عمه، لانه بنت عمته ما بتواتينا، ما بيمشي حالها معنا، مع انه قاتله حالها على ما نخطبها لصفوان. وليش ما بتواتيكم؟ البنت من شو بتشكي؟ بنت مثل الورده عين الله حولها. الله يستر عليها، الله لا يحملنا مغيبتها. يلا شو دخلنا هلا؟ انتو ام خيرو ما بدكم تخطبوا لخيرو؟ والله لازم تخطبوا له. ام صفوان، البنت من شو بتشكي؟ هي علينا، قلنا لك الله يستر عليها وعلى كل الحريمات، يمينا من سيرتها. ام صفوان، سالتك وجاوبيني، البنت من شو بتشكي؟ ضروري يعني؟ ايه ضروري. هذا يا ستي. ايه ياه، هالحكي أكيد مثل ما عم قلك أكيد. لكن شو بدي أكذب عليكي؟ الداية ديبة ايه؟ هيك قالت لي على ذمتها. الله يعافيها،
بعت لي حمى يبعت لي حمى، قال كل يوم إلها فراش وأمها الله يعينها ما بتلحق لها غسيل. ديبة قالت لك هيك؟ إيه هي اللي قالت، بس لا تجيبي سيرة لحدا، أمانة أمانة خلي الحكي بيني وبينك، يعني أخطائي ما بدنا نفضح البنت. هيك لكان يا أم الضاح، بدك تلزقينا بنتك وهي بهالحالة، بعد ما تصير عنا منخجل من أبوها لأنه كبير الحارة ومختارة، ومنحط على الجرح ملح ومنسكت. والله تاريكي مالك قليلة يا أم الضاح، يا عيب الشوم عليكي. شو بك يا أمو؟ ما في شي ما في شي. يا أمو أنت من وقت ما حكيت معك أم صفان تخربطت ألوانك. شغلة سر بيني وبينها. إيه بس أنا سمعت اسم سميحة، شو كانت عم تقلك؟ وأنت شو بدك بهالقصاص؟ شغلة بيني وبينها، ولا بدك تعرفي البيضة مين بعضة؟ يعني ما كان لزوم الحمام، البنت من الحارة مو غريبة وكلكم بتعرفوها. هلا عزمنا ومشي الحال. يعني كنا حكينا مع أبو الضاح وطلبنا البنت رسمي. لا تستعجل ابن عمي، الشغلة بدها طولة بال. أوف أنا مستعجل ولا أنت؟ إيه ما كنتي مصدقة لله يمتى توصل العروس على البيت؟ أي والله كنت. ولو وشو عدا ما بدا لبردة تمتك؟ يمكن ما يصير نصيب. آه وليش بقى؟ هيك في سبب. سبب؟ وشو هو السبب؟ خلص ابن عمي في سبب وما بقدر أحكي أكتر من هيك. بعدين الحارة مليانة بنات. أيوة وهذا السبب مرتبط فينا ولا فيهم؟ لا فيهم. طيب إذا ما بدهم يعطونا ليش لزوم الحمام؟ البنت ما بتناسبنا. يا لطيف الله يستر على حريماتنا. شو عم تحكي انتي؟ لا ابن عمي لا يروح فكرك لبعيد، البنت مثل الشاشة البيضة، بس البنت مريضة. إذا مريضة من داوية. خلص ابن عمي البنت مريضة وما بقدر احكي أكتر من هيك. شو أم خيرو؟ شو بكي؟ آه ما في شي سلامتك. شلون ما في شي؟ شايفتك مو على بعضك. راسي شوي عم يجعني. يو اضرب عليكي، ما حلي لو يجعك راسك غير اليوم. شو بدنا نسوي؟ هيك الله رايت. أهلا وسهلا بمرت المختار ومرت شيخ الكار. أهلين فبرين. أهلين لكن يا عمي الأكابر ما بيجوا غير للآخر. شو أكابر ما أكابر، أنت التانية ما في حدا أحسن من حدا، يعني إذا تأخرنا شوي صرنا أكابر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين أم وضاح، أهلين أم عبدو، تفضلوا. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. خدي ما شفتك وفوتي لجوا على المقصورة. يلا يا مو سميحة وين بقشتي؟ خي خي يا مو خي ليكا، لا تتلبك ونضيع أغراضنا. تعرفي يا مو يمكن أم خيرو نشني على سميحة. شو قصتها أم خيرو؟ إيه والله كانت ممسدقة وطايرة من الفرح. شو صار لليوم؟ ما طلبت مني إني أقول لأبو الضاح مشان أبو خيرو يجي يحكي معه. يا أما شافت شي ما عجبها من سميحة. يا الله والله سميحة ما فيها عين. بس أنا من وقت فتت على الحمام اشتلقت عليها إنه ما كانت على بعضها بنو، يعني بركي هالجماعة مختلفين بين بعضه. والله ما لي عرفاني. ما لي غير ابعد ديبة الدقديس وتشوف لي شو القصة. سيري نسيتيني، رح يحترقوا الأكلات. شو سعاد أبوك حكى شي مع المختار عشان سميحة؟ لا وشكلهم ما رح يحكوا بنوب. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك أمورة. ايه تقبريني زكاتك كاسة مي باردة. ايه شو علي فكرة معينة. احكيلي شو صاير يا ستي. اجت ام صفوان لعنا
قعدت توشوشه لامي وتوشوشه. ما بعرف شو قالت لها، بس انا سمعت اسم سميحه ومن ساعتها امي تغيرت. الله لا يوفقك يا صبحيه. لك شو حاكي على البنت؟ بس لا شيء بيصير لحدا انه انا حكيت لك. لا اطمني، انت ما حكيتي شيء. يا اهلين وسهلين. شو مخيرو؟ امتى ان شاء الله رح تكتبوا الكتاب؟ والله هلا اجلناها شوي. تفضلي خالد ديبي. لامتى؟ لحتى الله يريد. يو على علمي يعني كنتوا مستعجلين. ايه ستي، ما قلتي لي شو صار معكم مع بيت ابو خيرو؟ والله الفار عم يلعب بعبي يا ديبي، لانه لما رجعنا من الحمام ما فتحت لي سيره بنوب بنوب، ولا كانه حاكي انا وياها بهالموضوع. لانه المي عم تمشي من تحت رجليك يا ام وضح وانت مانك حاسه. يو شو قصدك يا ديبي؟ قصدي مرت اخوكي هالشرنه الله لا يوفقها رايحه لعند ام خيرو وحاكي عليكم شروي غروي، وحتى حاكي شغله والله العليم على هوا ماني سمعاني ان جايبه معدل سميحه خصنص. يو صبحيه. ايه صبحيه الله لا يوفقها. ايه بس على علمي ام خيرو ما بتحبها، لك حتى على الحمام ما عزمتها. يو الواه الواه، طول عمرها حركه وفتنيه وبتدحش حالها دحش. وانتي مين قال لك هالحكي؟ سعاد، سعاد بنت ام خيرو حكيت بينها وبيني وترجتني وامنتني اني ما اجيب سيرتها. دخليك وما عرفتي شو عم يحكوا علينا؟ لا والله، لانه سعاد سمعت ام صفوان عم تحكي مع ام خيرو وشوشه، بس سمعتها عم تذكر اسم سميحه، ومن ساعتها ام خيرو تغيرت من وقتها. آه معناتها الحكي اللي حكيته مو قليل بنوب، حتى غيرت ام خيرو رايها بسميحه. شو رايك بكره بروح انا وياكي لعند ام خيرو وبتحلفيها يمين بتساليها شو حكت ام صفوان عليكم، واذا سالتكم شو اللي دراكم قليلة ديبه شافت ام صفوان وهي طالعه من عندك، لانه خطي ما بدي اجيب سيره سعاد. هو هيك يا ميت. اهلين وسهلين بموضح. أمي يا مم، أمي غلي لنا قهوة. قهوتكم مشروبة أم خيرو. يا شو قصدك أم وضاح؟ قصدي ما بشرب قهوة لأتفاهم أنا وياكي. نتفاهم؟ خير إن شاء الله، على شو بدنا نتفاهم؟ اسمعي أم خيرو، أنا لا جاي أتحش بنتي بمناخيرك ولا أشرب قهوتك. لما أجيتي طلبتي بنتي لابنك ما حدا غصبك وأجيتي برضاكي. لا يا أم وضاح، ليش هيك عم تحكي؟ لأنه بنتي كل الحارة بتتمنى تكون كنتها، لا متعطلة عليكم ولا على غيركم. طولي بالك أم وضاح، كله اسمه ونصيب. بعرف إنه كله اسمه ونصيب واللي صار صار، بس هلأ بدك تحكي لي شو قالت لك أم صفوان عن بنتي. أم صفوان؟ أم صفوان ما حكت شي. بلا، أم صفوان إجت لعندك قبل ما تروحوا على الحمام، ديبة شافتها ومن ساعتها أنت تغيرتي. بس عيب عليك يا ديبة، عيب عليك تفشي أسرار الناس وترجعي ترمي فتن عشان تطلعي برية. يعني إذا شفت أم صفوان طالعة من عندك بكون عم بفشي أسرار الناس؟ الله يسامحك يا أم خيرو، أنا بحياتي ما سعيت إلا للخير. لا مو هذا قصدي. لكن شو قصدك؟ قصدي وبتعرفيه منيح. لا ما بعرفه. احكي أم خيرو، احكي على المكشوف. لا ما في لزوم. أم خيرو بصلاة محمد وإيدي على راسك بري زمتك واحكي. يا جماعة أنا مأمنة وحالفة يمين، وإذا طلعت الأمانة باطلة بتضلي حالفة يمين وبتتستري على الباطل؟ استغفر الله العظيم، سامحني يا ربي. اسمعي يا أم وضاح، قولي على قامتي. الله لا يوفقك يا صبحية يا بنت الحرام. يعني انت مالك حكي هالحكي يا ديبة؟ أعوذ بالله، لك أنا ما بحبها ولا بطيئة ولا باخد وبعطي معها، بس أنا بفرجية هالقطعت النصيب هالمفترية. تحلفي يمين على المصحف إنك ما حكيتي وإنه هالحكي مو صحيح؟ ايه بحلف. ديبي سرميتها أصدق من هديك الشرنة، بس العتب عليكي ليش ما اجيتي لعندي وحكيتيني بصراحة؟ قلت لك يا أم وضاح الحرمة أمنتني إنه ما أحكي، وهلأ بدي ديبة تحلف يمين. وليش بقى؟ هيك إلي هدف. شوفي يا أم خيرو، إذا بدك ديبة تحلف يمين مشان تتأكدي إنه بنتي سميحة ما فيها شي وترجع الأمور بيناتنا مثل ما كانت، بتكون كتير غلطانة، لأنه اللي بتصدق أم صفوان ما بتستاهل تكون بنتي كنتها. وحدي الله يا أم وضاح، الله يلعن الشيطان، خلينا ننسى اللي صار. اللي صار ما بينتسى يا أم خيرو. يلا أودعناكم ديبة امشي. ان شاء الله لا تزعلي. مالي زعلانة، مالي زعلانة عادي يا أم وضاح، خلينا نتفاهم. يلا بخاطركم.
اهلا وسهلا عمتي، اهلا وسهلا، تفضلي. وين عمك وليه؟ جوا بالاوضه. الصغر عم تلعبي باللعب اخري هيك؟ ولا صبحيه يا بنت الدومري، يا قليله العصر. شو جابها؟ رويدا. ايه رويدا. وليش هيك عم تعيطي؟ ليش عم عيط؟ اذا اهلك ما عرفوا يربوكي واخي ما عرف يربيكي، انا اللي بدي ربيكي يا بنت الحرام. الزمي حدودك وليها، ولا تنسي انك قاعده ببيتي. بيتك اللي بتشتغلي بالسحوره هذا بيتك؟ نسيتي انه هذا بيت امي وابي ونحن تحننا عليكم وسكنناكم فيه؟ طلعي من هون وليه؟ طلعي من هون احسن ما طالعك محمله. مو ناقصني غير هالشكيلات. انا شكيلات؟ اوقفي لورجيكي مين شكيلات. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. انتوا قرايبي تحرقيلي ابني يا بنت الكلب. اتركينك عم تشتري. انا بورجيكي تضربني لك. الله يلعن ابوك على ابوك. ولك يا ابني يا صفوان. ولك يا ابني. رويدا رويدا لك. رويدا 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 عم تفندي الكبيرة، فهمانة هيك عم تعملي؟ اخر عني هيك لك رويدا. بدك تضلي حاطة دامك من دابا. شفت شو عم تعمل لبنت الكلب؟ انا بنت كلب؟ سامح سامع، عم ثبت ابوك بدنك وساكت. اختي بصراحه انت زودتيها، ما بصير هيك. قلت لك اسكت ولا تتدخل بيني وبينها. ولك شلون بدي اسكت وانت عم تضربي مرتي ببيتي؟ لك قولي لي احكي لي، اذا غلطانه انا بحاسبها. كثير شفناك فوق وشفناك تحت. هلا خلاص خلصنا خلصنا خلصنا، ضاعت ولقيناها. بس فهموني من شان الله انه شو اللي عم يصير بيناتكم. سال سال مرتك هالمنظومه شو عم تحكي على بنتي. وين امي؟ ليك لجوا. لك انا كذابه يا ام صفوان؟ انا كذابه؟ ايه انت كذابه. لك عن انا حكيت على بنتها لموضح؟ يخرب بيتك عم تكذبيني عينك كنت عينك. لك مو انت جيتي لعندي على البيت وقلتي لي كيت كيت كيت؟ ايه بس يعني انا قلت انه سمعت من الناس. ها سمعتي من الناس؟ ومين هدول الناس اللي سمعتي منهم؟ ديبه مو هيك؟ ولا هي نسيتيها كمان؟ انا بحلف على المصحف اني ما حكيت هالكلام. بعدين عيب يا ام صفوان وحرام عليكي تحكي عليها كلام كذب على لساني. انت كمان عندك حريمات وبدك تجوزيهم. لك الله يصطفل فيكي. بس سمعت سمعت عدنان افندي، سمعت بإذنك وشفت بعينك. انا ما قلت انه ديبه اللي حكت لي، انا قلت انه سمعت من الناس. ولا بدكم تلزقوها بظهري لزق؟ لا مزبوط مزبوط اختي، سمعتي عم تقول لك سمعت من الناس. انا ناس اللي سمعتي منه نحكي لشوف. انا مأمنة انه ما احكي. حالفه يمين. هلا اذا مأمنه وحالفه يمين ما بتقدر تحكي، حطي حالك محلها. مع كل هاد اختي اذا البنت فيها شيء قولولي، لك انا بطبق لها دواء. يا لك عملكم بنتي ما فيها شيء؟ ليش عم تطالعوا عليها هيك سمعه؟ عمتي انا كنت هيك وابي سوا لي دواء ومش الحال. ايوه ايوه احكوا هيك من الصبح. عمتي حبابي عادي اشربي قهوه. الله يخليكي يا مولي للعمتي تقعد تشرب قهوه عنا. ان شاء الله بتعدي كبابة انت وامك. عمتي الله يخليكي خليكي عنا. لك الله يوفقك، لك الله يقصف لي عمرك، كم مرة بدك ضبي لساني كم مرة. يا مو